مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام. إحنا ما عندناش حاجة بنخاف عليها، وإحنا ما نحرجش من أي شيء، ليس لدينا ما نخفي. هذا ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار صحفي أثناء زيارته لفرنسا مع الرئيس الفرنسي إيمان ماكرون. أيضا وزير الخارجية السيد سامح شكري تحدث وقال إن مصر ليست لديها ما تخشاه في ملف حقوق الإنسان، وهي تقوم بكل جهد للعمل على مصلحة مواطنين. الحقيقة إن الدولة المصرية لا يختلف أحد على نجاحها خارجيا، وإن لابد من بدلا من أن يتم التسليط الضوء على النجاحات اللي توصلت إليها الدولة المصرية في ملف السياسات الخارجية، وخاصة إن هناك العديد من الدول اللي أشادت ب الإنجازات الخارجية لمصر وأثناء زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور مصر في توغلها أفريقيا، أيضا هناك أشادوا أيضا بالإنجازات على المستوى الداخلي. فمؤسسات الائتمان الدولية تحدثت وذكرت أن اقتصاد المصري من ضمن 10 اقتصاديات في العالم اللي نجحت وصمدت أمام جائحة كورونا، وتوقعت أنها تكون من أقوى اقتصاديات السبع في عام 2020. أيضا منظمة الصحة العالمية أشادت بالمبادرات الرئيسية في مجال الصحة تحديدا، وأشادت بالإجراءات اللي اتخذتها الدولة في مواجهة كورونا. الحقيقة إحنا بنفاجأ في ظل الإنجازات اللي بتحقق تحت قيادة القيادة السياسية في مصر، بنفاجأ إن بيخرج بعض القرارات من البرلمان الأوروبي اللي بتزيف فيه الحقائق وعلى عكس اللي موجود على أرض الواقع، وخاصة بيختزل جميع انتقاداته في جزئية بسيطة جدا وهي ملف حقوق الإنسان. أنا معايا ضيوف النهاردة اللي مشرفيني في هذه الفقرة، سيادة المستشار محمد خليفة المحامي بالنقد، أهلا بحضرتك يا فندم، والمستشار حاتم أبو حامد المحامي بالجنايات، أهلا بحضرتك شرفتنا يا فندم. الحقيقة إحنا بنفاجأ كل مرة سيادة المستشار، بيخرج علينا قرارات من البرلمان الأوروبي بتزعم فيه إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر متردية، وحضرتك شفت القرارات اللي صدرت الفترة الأخيرة إزاي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما من نعمة إلا من الله، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم احفظ مصر واحفظ زعيمها ورئيسنا المحترم صاحب الخلق الرفيع عفيف اللسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويا رب احفظ جيش مصر لأن هو الحماية لمصر، ويا رب احفظ شرطة مصر لأن هي اللي بتحمي الجبهة الداخلية في مصر، ويا رب احفظ أطباء مصر اللي كل يوم منهم شهيد بيضحوا بأرواحهم من أجل شعب مصر. أولا احنا أمام عالم بيكيل بمكيالين. ليه بمكيالين؟ عندما قتل جورج فلويد العنصر الأسود الأمريكي من شرطي وكان يناشده أنه بيموت ولم تأخذ به شفقة للعنصر الشرطي وقتله، وهاج العالم وفزع العالم كله نتيجة هذا الوضع الذي تم في أمريكا اللي هي دولة الحريات ودولة حقوق الإنسان كما يقال، برغم أن في 11 في سنة 2020 قتلوا في أمريكا بـ 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 بعناصر أمنية، ولم نجد من العالم من يقول لأمريكا أين حقوق الإنسان. إحنا دولة عفية ودولة يقودها رئيس بطل ورئيس قوي ورئيس عفي، وهو الرئيس قال العافي محدش ياكل لقمته، ودي مقولته الشهيرة اللي مخليانا من إحنا أقوياء بيه لأنه هو قوي بإيمان ربنا، وربنا إن شاء الله ينصره. البرلمان الأوروبي دايما بيجي في لحظات معينة في نجاح الدولة المصرية في مشاريعها وفي كل إنجازاتها، وبيحاول يعرقل المسيرة الإنجازات اللي موجودة في مصر، وبالتالي يطلع شوية، وده سببه المنظمات الإرهابية اللي هي بتكره مصر، وخاصة اللي هي الجماعة الإرهابية اللي هم أسوأ فئة في العالم وهم الإخوان
الذي لا يصح أن نقول عليهم الإخوان المسلمين، لأن لا دين لهم ولا ملة لهم ولا قبلة لهم، بل أننا أرى أن نبيهم الحقيقي هو حسن البنا اللي هم دايما بيتشدقوا ويقولون إلا رسول الله، هم لم يعرفوا عن رسول الله أي شيء لأنهم كاذبون ومنافقون ويسعون لتدمير الدولة المصرية. ولكن إن شاء الله مصر قوية، ولن تستطيع لا الإخوان ولا غير الإخوان ولا البرلمان الأوروبي ولا أي دولة في العالم تستطيع أن تكسر مصر في زعيم بطل الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. لما نقول اللي بيحدث في أمريكا وهي دولة الحريات ودولة حقوق الإنسان ولم نجد أي مؤسسة تدين ذلك، يبقى معناه النهاردة أنت جاي تحط البوصلة على مصر في هذه التوقيتات المحددة نتيجة بعض السياسات التي تم تغييرها. أنا بقول إنه الكلام ده مش مظبوط لسبب، لأن أنا في حقوق الإنسان في مصر أنا عندي 100 مليون بياكل عيش الصبح والظهر وبالليل، لو نقصت أو حصل عطل في مخبز أو مخبزين أو حصل مشكلة في الناحية دي هتبقى مصيبة. الحمد لله لا توجد مشكلة في هذا. عندهم مبادرة 100 مليون صحة اللي الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي قادها بنجاح، وانتهى فيروس سي في مصر بسبب توفيق من ربنا وبسبب قدراته. ده حقوق الإنسان في مصر. انتهاء العشوائيات في مصر واستبدالها بمساكن محترمة وبمساكن فيها حياة ورفاهية وبفرشها وبأساسها، ده مش موجود في العالم. مين اللي بيجيب سكن يفرشه ويأسسه لمواطن في العالم سوى مصر؟ يبقى إذن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو يرعى حقوق الإنسان قبل أن يرعاها أي دولة في العالم أو يرعاها البرلمان الأوروبي. هما بيبحثوا عن إيه بقى؟ البرلمان الأوروبي إيه مساعيه؟ مساعيه هو بيبحث عن السجون والمثلية. إحنا لا تنفع معانا مثلية ولا ينفع معانا الكلام في السجون. ليه؟ إحنا عندنا قضاء محترم، قضاء شامخ، قضاء يتحط على الرأس، لأنه قضاء ينظر إلى المتهم بحجم جرائمه. كل من هم في السجون هم اللي أرهبونا وهم اللي قتلونا وهم اللي سيحوا دمنا على الاسفلت وبهدلونا، والنهاردة ما فيش حد موجود داخل السجن إلا بعقوبة، والبريء يبرأ والمتهم يدان. وأنا أناشد الرئيس المحترم البطل المؤدب الذي عف لسانه عن أن يذكر أردوغان في بأي كلمة حتى الآن، لأنه هو مش في دماغنا، ما ذكرش اسمه نهائيا على الإطلاق. لأنه مش في دماغنا، هو لا يمثل لنا شيء. هو كان عايز زفت مرسي يخليها سنة سودة ولا عثمانية لتركيا، وانتهى حلمه بوجود جيش محترم بقيادة محترمة برجل محترم أنهى حلم هذا العثماني الفاجر الذي لا يعرف للدين حق ولا يعرف للطريق سلام. هو مجرد شغلاية، حتى مثل علينا هو في السفينة اللي قال إسرائيل، وهو كان دائما مع إسرائيل ومتحد مع إسرائيل ومتوسط مع إسرائيل وعلاقات مع إسرائيل، هم بيمثلوا علينا. الحقائق مخفية، والشعب المصري اكتشف كل الحقائق. الشعب المصري متمسك بقيادته، خلف قيادته، بيحب جيشه، بيموت في شرطته، لأن احنا خلاص شفنا سنينهم السودة السنة الهباب وتراكماتهم الغبية اللي هي دمرتنا ودمرت ورجعت مصر 100 سنة. حقوق الإنسان في مصر مراعاة ومحافظ عليها عن أي دولة في العالم. أنا النهاردة بس عشان أوريك أنه البرلمان الأوروبي بيبحث عن قصة بيفتعلها في هذه التوقيتات لغرض ما، وهم لن ينالوا هذا الغرض. الغرض أنا أقول لحضرتك، هم دلوقتي عندنا إيطاليا بتقول أنه ريجيني قتل بشكل غير قرار النائب العام. إحنا النائب العام عندنا محترم، والقضاء المصري محترم، وتقرير النائب العام على رأسنا هو ده التقرير الصادق. أما كون إيطاليا تصطنع وتتألف نتيجة أمور قد حطمها وحطم أحلامها في ليبيا، لأن الرئيس السيسي أنهى أحلام كثيرون كان يريدون أن يسيطرون على ليبيا، وعندما قرر بأن سرت خط أحمر نقول له تعظيم سلام يا سيادة الرئيس، أنجزت وأوجزت وحميت الدولة المصرية لأنك عافي وقوي بجيشك. تمام. فأنا النهاردة مش الحجج دي اللي هنشتغل عليها. ولما ردت الدولة المصرية انتوا عايزين هاتوا لنا القنصل
اللي هرب بالاثار اللي عليه حكم. يبقى انت النهارده ما تكيليش في العالم بمكيالين، دور على امريكا بتفعل ايه، ودور على دول العالم بتفعل ايه، وشوف احنا حاربنا الارهاب فين. وكل يوم كان في مشكله كبيره في مصر، وكل يوم في مصيبه كبيره في مصر، وشهداء من الشرطه قتلوا، وشهداء من الجيش كل يوم بيروحوا، وابناء بيتتموا، ده يروح فين؟ ما بحس ليه عن ابني الشهيد اليتيم اللي هو من الشرطه؟ ما بحس ليه عن حق انسان ابن الجيش الشهيد اللي من الجيش؟ ما بحس عن دول ليه؟ ما دورش على حقوقهم ليه؟ جاي يدور على متهم فاجر قتل المصريين وتبحث عن السجون. اولا حضرتك السجون جميع وكالات العالم زارتها، والصحفيين والمرسلين الاجانب زاروها، وبرغم ذلك لم يجدوا اي خطا في السجون المصريه. السجون المصريه يوجد فيها معاملات ادميه ومراعاه للمسجون لا توجد في اي سجن في العالم. وانا ده بقول انه ان شاء الله نصر مصر منتصره، الرئيس عبد الفتاح السيسي مرفوع هامته وان شاء الله منتصر، والدوله المصريه مرفوعه هامتها، ولن تنكسر الدوله المصريه في وجود قيش قوي ووجود الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام سياده المستشار. سياده المستشار حضرتك كيف نظرت الى ردود الفعل الغاضبه على من الاحزاب المصريه ومن البرلمان مجلس النواب والشيوخ ومن الدول العربيه برضو من هذا على هذا القرار؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. خليني الاول ابدا مع حضرتك من الدستور المصري. الدستور المصري كفل حرية وحقوق المواطنين والأفراد، كفل حضرتك الحريات. الدستور المصري كفل كل شيء ونص في مواده على أن الحقوق والحريات مصونة ومصانة بنص القانون. يبقى أنا النهاردة سعادتك أما أشوف البرلمان الأوروبي، أنا طبعا بشجب وأدين ما جاء بالبرلمان الأوروبي، لأننا النهاردة هم جايين بيبصوا علينا هنا في مصر. طب أنتوا بتبصوا علينا في مصر وتبصوا على مصر، وإحنا النهاردة مصر دولة من الدول التي وقعت على غالبية بل معظم الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان. أنا النهاردة سعادتك لما أشوف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وده حضرتك وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة، وأجي النهاردة سعادتك الكلام ده في 10 ديسمبر سنة 48 في قصر شابو في باريس، وأجي النهاردة سعادتك وأشوف مصر كدولة فيها حياة ديمقراطية، فيها رئيس منتخب، فيها قيادة، وفيها جيش، وفيها شعب، وفيها سعادتك النهاردة، وأجد النهاردة إن البرلمان الأوروبي بيتكلم عن مصر بهذا الشكل، وأشوف ردود الأفعال اللي سعادتك أنا بتفق مع ما جاء بالبرلمان المصري ومجلس الشيوخ المصري ومجلس النواب المصري وجميع البرلمانات العربية التي شجبت وأدانت مثل هذا التصرف سعادتك اللي صدر من البرلمان الأوروبي. أنا النهاردة مثل بسيط جدا جدا بطرحه قدام حضرتك، معتقل غوانتنامو اللي هو سعادتك مورست فيه كافة وأبشع الجرائم ضد الإنسانية. أنا يمكن يحضرني مع حضرتك ما فعلته السلطات الأمريكية وما فعلوه مع السجناء، والنهاردة سعادتك لما أمريكا عملت كده، طيب أنا ليا سؤال، فين حضرتك حقوق الإنسان في سوريا؟ فين حقوق الإنسان في ليبيا؟ فين حقوق الإنسان في الدول العربية زي العراق اللي في حكم الدولة المحتلة؟ فين حقوق الإنسان؟ ليه حضرتك البرلمان الأوروبي ما أدانش ما فعله الأمريكان في العراق؟ مفيش على وجه الإطلاق. إنما النهاردة أما أشوف آخر زيارة للسجون المصرية وأشوف وسائل الإعلام العالمية والمصرية اللي زارت السجون الأجنبية ودخلت حضرتك النهاردة وشافت السجون وشافت المساجين بيتعاملوا إزاي واتخرجوا، مفيش حد فيهم على وجه الإطلاق اتحدث في شيء بل أدان أو شجب
اي شيء في السجون المصريه، بل الاكثر من كده سعادتك انهم خرجوا ببيان وقالوا ان السجون المصريه تطبق مطبق فيها كافه المعايير سعادتك اللي منصوص عليها في قانون ولوائح السجون. طيب انا النهارده اما افاجئ ان البرلمان الاوروبي بيدني، طب انت النهارده بتدني على اي اساس؟ ايه هي الاسس اللي عليها قام البرلمان الاوروبي بادانه مصر؟ انا مش شايف النهارده اي مجال للادانه الخاصه بينا. ليه حضرتك؟ انا النهارده سعادتك زي ما سياده المستشار اتكلم محمد بيه في المسائل الخاصه، وهم النهارده عايزين يورطونا، طب انتم موديننا فين وليه وليه فعلا بتكيلوا بمكيالين علشان ايه؟ طب هو النهارده النجاح اللي مصر حققته في الفتره الاخيره في ظل قياده حكيمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا النهارده بقينا عندنا طرق، بقى عندنا مشاريع فعلا. لما يقال ان مصر عملت 11000 مشروع، مصر عملت 11000 مشروع، والكلام ده موجود وموجود سعادتك، ولكن هما النهارده ما بيسلطش الضوء عندك على المشاريع العملاقه اللي انت عاملها، على المدن العالميه اللي انت بتبني فيها. مش عايز حضرتك تخرج، لا، ده هو النهارده كل ما انت ما تنجح حضرتك بتجد ان في شيء او نوع من الضغوط عليك، ولكن هذه الضغوط انا شخصيا يعني بشجبها وبرفضها تماما، وبتفق مع ما جاء بالبرلمان المصري سعادتك في هذا الشأن. تمام. حضرتك سيادة المستشار، لماذا في هذا التوقيت بالتحديد؟ هو حضرتك يعني برضو عشان نكون صراحة مع بعض، السياسات العالمية بتتغير بالوجوه وبالأشكال اللي بتيجي. تمام. هو تهيأ للمنظمات الإرهابية إنه نجاح بايدن هيفرق معانا أو فشل سقوط ترامب هيفرق معانا. إحنا دولة قوية بقدر الله، ودولة عفية بقدر الله، فيها جيش قوي جدا يستطيع أن يحمي البلاد. وعلى فكرة مصر هي الوحيدة اللي نجحت في محاربة الإرهاب. دول عظمى فشلت في ذلك. فشلت ليه؟ لأن سياستها فشلة. لكن إحنا استطعنا بنجاحنا وبقدرة الشعب المصري وقوة الجيش المصري، لأنه دائما الرئيس طول ما يقول لك طول ما الشعب كده احنا منتصرين، طول ما يتحد الشعب والشعب يبقى وحده كامله متكامله مصر بتنجح، لان احنا ما عندناش حد بيضرب في خلفنا وفي ظهرنا. هو اللي يزعلك انه حد يضرب في ظهرك او حد يضرب من وراك. الشعب المصري فاق وصحي من الغفله بعد ما شاب عينيه اللي بيحدث. اولا احنا جايين من الفيوم دلوقتي داخلين الرمان، طرق ملهاش حدود، كانك في دوله يعني مصر ما كانتش كده. مصر اتغيرت جدا جدا جدا. مصر اتغيرت بكل مشاريعها، اتغيرت بكل طرقها، اتغيرت بكل الاسكان اللي تم فيها، اتغيرت بكل مشاكلها، انتهت بنسبه 70-80%، والرئيس يقول لك ما زال حتى الان لم ننتهي من مشاكلنا. انا ما شفتش رئيس بيصحى الساعه 4 الصبح يطلع على المحاور غير الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا عمري 58 سنه، لا شفت رئيس قبله طلع صحى 4 الصبح طلع على المحاور شاف الدنيا فيها ايه، ما شفتش رئيس بيتابع. هي المشكله في مصر انه الساده المعاونين للرئيس مش شايلين معاه الشيله قوي قوي. بدليل انا اقول لحضرتك حاجه يعني خارجه عن هذا النطاق، بس انا يهمني ان انا اشكرها لانه برضو التعاون مطلوب. الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، انا كنت التقيت بيه في محض الصدفه في ناحيه المراندي في مصر الجديده من حوالي 2:30 بالليل. انا كنت داخل على ان انا مروح عندي ابن ساكن هناك، ونزلت فبيقول لي ده الدكتور احمد الانصاري، فدخلت هو كان داخل محل الحلويات، فطلبت منه سلمت عليه، هو راجل محترم جدا وانسان مؤدب. قلت له سعادتك الوحده المحليه بقريه قلمشاه فيها مصيبه كبرى، الطريق مدمر لا يصلح فعلا للادميه، كان في كوبري بيتم انشائه وعايزين نسعى لانهائه لان الناس تعبانه جدا في المرور بهذا الطريق، في مشاكل كثيره في قلمشاه، فاحنا بتوعدنا انك تزور الوحده المحليه بقريه قلمشاه وتشوف مشاكل قلمشاه، لان مشاكل الفيوم مشاكل كبيره جدا. الا انه الدكتور احمد وعد والله اعلم اخلف، وطبعا احنا بنجد مره اخرى انك تنزل للقرى وتشوف مشاكلها، ما تحلش المشاكل من مكتبك. التعاون النهارده مع الرئيس انك تشيل المشاكل، المواطن المصري يشعر بالمحافظ المسؤول في انه يتجه اليه.
لان المواطن المصري لما يتجه للمحافظ بيلاقي باب المحافظ مغلق، ما بيستطيعش ان يخد كله ويتكلم في مشكلته. تعالى انت انظر لمشاكلنا، انت عينت محافظ للفيوم عشان تحل مشاكل الفيوم، لكن النهارده برضو انا بطالب كل الناس المعاونه سواء المحافظين او الوزراء يتعاونوا بقوه عشان المواطن المصري يرتاح. انا مش هشيل اشيل الرئيس كل حاجه خارجيا وداخليا صراحه، ان كان مع الرئيس خمس ست وزراء اللي شغالين والمحافظين، ما فيش النهارده حد بينزل يتعاون بقوه في مشاكل القرى ولا الوحدات المحليه. ما دي برضه حقوق انسان، ما انا حق ان انا الاقي طريق كويس. هو النهارده رئيس الجمهوريه انشا طرق، دي حقوق انسان، انشا اماكن محترمه حقوق انسان. احنا عندنا النهارده طرق عالميه، بس انا بناشد ان المحافظات فيها طرق مهمله، فيها طرق مدمره، وانا بقول ان يا محافظ الفيوم يا كل محافظ في مصر انزل شوف مشاكل القرى، انزل شوف الوحدات المحليه فيها ايه، انزل شوف المصايب اللي احنا عايشين فيها. احنا عندنا مدينه في قلمشاه في الجبل متخمه للمقابر. بس حضرتك حاجه بس، اتفضل. الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر مبادره حياه كريمه بالتعاون مع منظمات المجتمع في 1000 قريه لتطوير هو القرى. مشكور والله، هو عمل يعني حاجه لتطوير 1000 قريه. يا رب نبقى من القرى اللي موجودين من ال1000 قريه. على فكره قرى مصر كلها لو ما فيش امكانيات، قرى مصر كلها عايزه تتطور. الراجل شغال بقول لك 4 الصبح وما بينامش، بس يا ريت كله ما بينامش، يا ريت كله يتعاون معاه بكده. احنا ما خرجناش عن دايره حقوق الانسان. انا بقول انه حق المواطن المصري حقه موجود، والرئيس عبد الفتاح السيسي الوحيد اللي استطاع ان يعطي حق المصري حقوقه الانسانيه. لكن ما تبحثليش عن مجرم واقول له حقوق، حقوق ايه اللي مجرم؟ حقوق ايه الارهابي؟ حقوق الاخواني فاجر؟ حقوق اللي من يقتل المصريين؟ ما فيش حق لمن يقتل المصريين. من تعاص يده بالدم ليس له الا حكم الاعدام. وانا بناشد القضاء المصري الاحكام النهائيه الباته، يجب ان عندما تنتهي الاحكام الباته النهائيه يجب ان يتم تنفيذ الاعدام في المجرمين اللي داخل السجون، لان دي منظمات عندها تمويلات ماليه كبيره جدا جدا جدا، وبتمول هذه الاشخاص اللي هم بيحاربونا من الخارج. وده كله ده مش يعني البرلمان الاوروبي ملوش توصيه علينا، ومفيش حد في العالم يقدر يعمل توصيه على مصر، لان مفيش وصايه على مصر، مفيش وصايه على مصر بوجود كيش قوي، مفيش وصايه على مصر بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، مفيش وصايه على مصر بوجود شعبها المتحد اليد واحده. انا اقول لحضرتك اقباط مصر، اقباط مصر، اقباط مصر ومسلمين مصر يعيشون الجوار والاخوه والاحترام، ما تنظرش لمسائل فرديه. احنا منذ 10 سنوات او 15 سنه كانت في ست مسيحيه جارتي قدس الله روحها كانت بترضع ابناء المسلمين، ما زال الحب قائم. احنا ما حدش يجي يهوشنا ولا يجي يلعب بينا، ما ينفعش حد يلعب بينا ولا العالم هو اللي هيسيرنا. احنا عندنا حقوق انسان، كل مواطن مصري في امان وفي حق انسان واخد حقه، الا انك ما تنظرش الى منظمات ارهابيه بتسعى للافراج عن المتهمين. سياده المستشار، لماذا يتم تحديدا التركيز فقط على نقطه صغيره جدا وهي حقوق الانسان، في حين ان احنا عندنا العديد من الانجازات؟ ليه ما بيتمش تسليط الضوء على الانجازات اللي حققها في الرئيس عبد الفتاح السيسي او القياده السياسيه في مشروع الطرق؟ حضرتك شايفين عندنا شبكه طرق كبيره جدا، ويمكن لو الناس نزلت الشارع هتشوف الطرق يعني مصممه على احدث يعني احدث الوسائل، تحس ان انت في جزء من اوروبا. والله ليه ما بيتم تسليط الضوء على هذا الموضوع؟ مش عايز حضرتك تقول زي اوروبا، لان احنا كدوله افضل بكتير جدا من اوروبا. احنا الحضاره، احنا التاريخ، احنا حضاره 7000 سنه، احنا اللي هم بيسرقوا تاريخنا وعايزين يبقى يتحدثوا عنه بعد كده، احنا التاريخ اصلا. فما ينفعش نقول ان احنا عندنا طريق زيهم، لا، احنا دلوقتي عندنا طرق افضل من نقول من افضل الطرق اللي موجوده في العالم. انا حضرتك النهارده لما اشوف البرلمان العربي اللي شجب وادان ما جاء بالبرلمان الاوروبي، اشكر البرلمان العربي واشكر كل الدول العربيه اللي وقفت جنب مصر، ودايما لان دايما بترد جميل مصر عليها. لان النهارده سعادتك لما تبص هم فضلوا يحاربوا في العراق، ما بقاش موجود جيشها، دخلوا سوريا، دخلوا ليبيا، مفيش دلوقتي عندك قوة عربية غير مصر.
فالنهارده لما يقوم على حيله يجيب مصر ويتكلم في الدوله المصريه من 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 حيث، طب انت النهارده ليه ما اتكلمتش في حريه العبادات؟ ما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبني مسجد ويبني كنيسه، قصده كنيسه، اه كل مدينه بتتبني في مصر فيها بيتبني المسجد قدام الكنيسه. طب انت النهارده ليه ما بتذكرش الحاجات دي؟ عندك اكبر كنيسه فيها. عندك النهارده مسجد من اكبر المساجد، وعندك كنيسه من اكبر الكنائس. طب انت النهارده ليه ما بتبصش لحريه العباده؟ ما هو ده السؤال اللي انا اطرحه وحضرتك تطرحه ومحمد بيطرحه، ليه هو النهارده ما بيبصش لحريه العباده؟ حريه العباده النهارده في اذان وفي اجراس كنيسه. طب انت النهارده ليه ما بتنظرش لهذا الكلام؟ طيب انتوا النهارده لما خرجتوا ودخل واحد قتل المصلين في المسجد في احدى المدن في اوروبا، خرج حد وقتل المصلين كلهم في المسجد. ليه في سينا؟ وفي سينا بعيد عن بلدك ليه؟ وفي سينا قتل اكثر من 300 بني ادم، وفي سينا على يد اسوأ ناس في العالم. ليه ما ليه هم ما عملوش ده واعترضوا عليه؟ ما انا ليه ما لقيناش البرلمان الاوروبي أنا يدين هؤلاء؟ ليه؟ انا بتكلم لان البرلمان الاوروبي فيه هؤلاء بي 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 ما هو بيقبضوا من دول اموالهم يا فندم. الثروات اللي البرلمان الاوروبي ما دانش ليه الماتوا في سينا في 300 مصلي ماتوا قتلوا ذبحوا بين يد ربنا؟ انت رايح اوروبا ليه؟ خلينا هنا. وفي اوروبا يا محمد بيه يا باشا خلينا فالمصريين اللي قتلوا في مسجد في مصر هنا تمام، وكل يوم بيقتلوا وكل تمام. يوم دم بيسيح تمام. فين تمام. البرلمان الاوروبي؟ فين الدول اللي شجبت ده؟ احنا هم بيسعوا يا حاتم بيه يا محمد بيه، هم كل سعي العالم طول ما مصر بتنجح وبترتفع وبتطلع للسماء هم خايفين من ده. وخلي بالك الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بيتكلمش كتير، لكن افعال لكن انا بقول للشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي مش هيسيب حق مصر لا في صد النهضه ولا هيترك ليبيا ولا هيترك اي حاجه في مصر حد يتعدى عليها، لان الحدود كل يوم كل يوم القوات الجويه بفضل ربنا بتسحق التكفيريين على كل الحدود. الجيش شايل شيله والرئيس شايل شيله وربنا يعينهم يعينهم على اللي هم فيه. احنا الواجب علينا ان احنا نكون خلف القياده السياسيه وخلف جيشنا وخلف شرطتنا. طب انا هرجع لسياده المستشار يكمل وجهه نظره. ارجع لا كمل حضرتك يعني بس انا بس بنبه انه انت رايح اوروبا ليه واحنا عندنا مد هو بيتكلم هو انت كلمت حضرتك انا عايز اقول ان انتم كنتم ما شفتوش اللي عندنا في سينا فده حصل عندكم في اوروبا تمام. وكمان ما بيدينوش اي قتل المسلمين على يد شخص تمام. لما نروح سعادتك في موضوع مروه الشربيني اللي قتلت داخل المحكمه في اوروبا في المانيا، لما نشوف النهارده وهي مسلمه وقتلت على يد شخص هناك، وبداوا حضرتك ما فيش على وجه الاطلاق حد قدر يتطرق في اوروبا ولا في البرلمان الاوروبي ان يشجب او يدين خالص. محمد بيه ذكرني باللي حصل في سينا. اللي حصل في سينا جريمه بشعه في حق الانسانيه عن طريق تمويل خارجي اجنبي. قصده ايه؟ قصده انه يزعزع الامن والاستقرار في مصر، ولكن مش هيعرف ليه؟ لان احنا عندنا قياده حكيمه، عندنا رئيس قوي، جيش قوي، عندنا دوله مصونه ربنا سبحانه وتعالى حفظها في كتابه الكريم لما قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. النهارده كل اللي هم بيعملوه او اللي بيفكروا يعملوه او كل ردود الافعال كفايه قوي قوي الغضب العارم اللي خرج من البرلمان العربي، كفايه قوي قوي الردود اللي خرجت من كافه البرلمانات العربيه. انا النهارده لما اشوف حديثهم وكلامهم في جزئيه واحده فقط لا غير، انتوا بتتكلموا في ايه؟ ما تشوفوا حريه الاديان، ما تشوفوا حريه التعبير، ما تشوفوا الحاجات دي كلها. انت لما جيت زرت السجون عندي ايه المشكله اللي انت لقيتها؟ ما لقيتش على وجه الاطلاق. يبقى انت النهارده كل ما انا بانعم كدوله في خير ورقاء واستقرار افاجئ بيك بطالع لي بحاجه. هو انت النهارده مصر يمكن دوله من الدول اللي نجحت في محاربه فيروس كورونا ومحدش يقدر ينكر ده، العالم كان عنده آلاف يوميا. إنما النهاردة لما نشوف حضرتك هو النهاردة البرلمان الأوروبي هو تشكيله إيه؟
بيتكون من ايه؟ حضرتك الدول الداعمه ليه ايه؟ الاموال دي جايه منين؟ حضرتك النهارده لما ثروات مصر خرجت من مصر وقعدنا سعادتك بنشوف الاخوان المسلمين على مدار السنوات، هم ليسوا مسلمين، انا بعتذر، المتاسلمين، ولا والله لا يصلح غير ان الاخوان الفاسدين الكفره لا الفاسدين لا ما نقدرش نكفر حد. طيب لا انا بعترض على الكفره، لكن الفاسدين المفسدين في الارض صراحه، تمام، هم المفسدين الفاسدين، لان هم يريدون يفسدون بكل ما يملكون من منجزات. هو ما بيشوفوش في حاجه حلوه في البلد، هم يا ريس يمكرون حاجه حلوه ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم نعم، ولا يحب يعني المكر الشيء الا بأهله طبعا. نعم يعني نعم. هم النهارده كل اللي هم حبوا، يعني همثل لحضرتك حاجه بسيطه جدا، زياره الرئيس السيسي التاريخيه لفرنسا، لفرنسا، وشوف حضرتك الاستقبال التاريخي اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبله في فرنسا، وشوف وسائل الاعلام عندهم لما حبت تغير الحقائق وقعت النهارده، عفوا اتفضحوا يعني، يعني عفوا في اللفظ. واما نشوف زياره بقى سعادتك اردوغان لفرنسا وشوف الاستقبال. لا حضرتك هناك لو فرق، ده لو الاستقبال فرق ده تم الاردوغان كانوا قال له ماكرون وقال له اردوغان. النهارده يا معلم، هم بيكرهوا اي حاجه. شوف يا استاذ حاتم، الرئيس عبد الفتاح السيسي نحرهم كيدهم، ليه؟ انهى عليهم وهينهي عليهم طبعا. انا شاء الله انا على الحلم وسينصر وسينصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله عليهم وسينصرهم. ليه؟ لانه الحق دائما هو القوي والباطل مزهوق، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وهم اهل باطل واهل ان شاء الله اتجاه الى الانهيار، ومأواهم النار، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل. انا اتكمل، اتفضل كمل لو حضرتك عايز تكمل. انا عايز اقول ان احنا كدوله قويه محتاجين ان احنا نبص للعالم عبر وسائل التلفزيون العالمية، نبص ليهم ونوريهم الدولة المصرية والإنجازات اللي تمت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونوريهم المشاريع اللي تمت، ونعرف العالم بره إن إحنا كدولة اللي هم بيعملوه معانا ده مش موجود أصلا. هم بيزيفوا الحقائق وبيجيبوا حاجات على خلاف الحقيقة على وجه الإطلاق، وبيبسوها ضد الدولة المصرية. ولكن أنا النهاردة أعتقد أن أنا يوم ما خاطب شعوب العالم ده، شعوب العالم في أوروبا، كل حد بلغته. وأنا النهاردة لما أشوف قناة الجزيرة، هي شمعنى يعني قناة الجزيرة عاملة قناة الجزيرة مصر؟ هي مصر عملت القاهرة في, في, في قطر كقناة؟ هم ليه بصين على مصر وليه بصين علينا ان كانوا هم اصلا مش في حساباتنا؟ يعني احنا كدولة هم مش في حساباتنا، يعني ان كانت قطر او تركيا او خلافه مش في حسابات الدولة المصرية على وجه الاطلاق. وزي محمد بيمي قال، الرئيس السيسي لم يذكر على وجه الاطلاق اي حد من الناس دي على اطلاقا في اي خطاب من خطاباته، يتجاهلهم تماما. فانا النهاردة يعني اناشد الدولة ان الدولة تشوف الوضع في اوروبا، تبث الحقائق من مصر عبر الإعلام العالمي، ويكون عندنا قناة شغالة في كل دول العالم بتبث بكافة اللغات. ليه ما يكونش عندنا قناة بتبث العاصمة الإدارية، بتبث لنا الطرق، المشاريع العملاقة اللي تمت في مصر؟ ليه النهاردة أنا النهاردة أما زيارات السجون ليه ما تبثش سعادتك النهاردة مش في مصر بس، او عبر وسائل الاعلام في مصر؟ في تقارير بتصدر من مجلس الوزراء شهريا او تكاد كل اسبوعين بتتحدث عن حجم الانجازات للدوله المصريه. انا 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 بتكلم الهيئه العامه للاستعلامات عليها دور كبير جدا، الهيئه العامه للاستعلامات في مصر والاعلام في مصر عليه دور كبير جدا. احنا عندنا افريقيا الرئيس قادها طبعا في مرحله القمه الافريقيه، وكان من انجح القيادات لافريقيا في مراحل قيادات القمه الافريقيه في التاريخ. تمام، مطلوب من المطلوب من المصريين والاعلاميين والصحفيين انهم يترجموا لغتنا لافريقيا ويدخلوا بلغتنا في افريقيا، لان افريقيا مطلوب ان احنا ندخل فيها بكل قوانا الاعلاميه ونعرف افريقيا مين مصر.
دي نقطه. في بقى لف خطير جدا بقى احنا ما اتكلمناش فيه وده مهم جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي حمى اوروبا من الهجره الغير شرعيه. ده ملف خطير طبعا. ايه احنا بقى النهارده بنتكلم وده بيقلق. انا بقول لحضرتك اهو الدائم عن تركيا اللاجئين تركيا والهجره الغير شرعيه ضيعت سوريا وسيبت سوريا بارهابها لدول اوروبا عشان يقبض عنهم. عمر مصر ما خدت مليم مقابل وجود عربي على ارض مصر سواء سوري او عراقي او يمني او لبناني. مصر كل اللي عليها مصريين حتى لما يجوا من بره. وانا بقول لضيوفنا السوريين والعراقيين واليمنيين والليبيين وكل العرب اللي موجودين على ارض مصر حرصوا على مصر لان مصر امانه في رقابكم. مصر ارض العروبة وارض العروبة تمام. لان اللي بتعمل مال مصر في العرب في كل ضيوفها مفيش دوله في العالم بتعمله تمام. يبقى انت النهارده الرئيس السيسي منع عن اوروبا كارثه وهي الهجره الغير شرعيه. كانت مصيبه الهجره الغير شرعيه. كان يجب ان دول اوروبا بالكامل تصنع تمثال للرئيس عبد الفتاح السيسي في نجاحه في هذا الملف لانه ملف من اخطر ما يمكن تمام. وبالتالي نجاحه في الهجره الغير شرعيه وغلق هذا الباب وانه المصريين يقفوا عند حدود ان الدوله المصريه بقت قويه وبقى الحمد لله فيها البطاله نزلت بشكل غير عادي نتيجه هذه المشاريع. لكن احنا برضو عشان نكون في انصاف احنا صبنا مرض عالمي فيروس خطير. لازم نراعي ان احنا في الكورونا دي ما حسناش بدول العالم ما حسناش ما حدث في دول العالم. يعني بصراحة الدولة المصرية من انجح الدول في العالم في الفيروس. ليه؟ لانه انت لو نظرت لإيطاليا والفرنسا والاسبانيا وللدول دي شوف كم الكوارث اللي كانت عندهم. واحنا من فضل ربنا لانه ربنا نصر الرئيس ونصر البلد دي وحافظها وحاميها ان شاء الله ستكون محمية بقدر الله لانه مصر امنة الى ان تقوم الساعة. انا بناشد شعب مصر ان يكون يد واحدة وان يفيق المرحلة القادمة وان يكون مستيقظ تماما ويكون خلف قيادته بالحكيمة لانه في امان في استقرار في احترام انسان. ما تبصش للي جوه السجن لان اللي جوه السجن مرتكب لجريمة. اللي جوه السجن قتلك. اللي جوه السجن بتعدى على حريتك. اللي جوه السجن هو اللي قاعد حقوق انسانك. واللي جوه السجن هم بيدوروا عليه عشان يخرجوه. ليه صعبان عليهم دول يبقى جوه؟ لا احنا بنقول لا مش جوه ده ان شاء الله يتعدموا ان شاء الله الاعدام. وكل من يهاجم الدوله المصريه في الخارج سيعدم وان شاء الله هذا املنا لانه سياتي. وان شاء الله تركيا سياتي اليوم اللي تقوم بطرد المتجنسين تركيا اتراك. يا استاذ محمد المصري عندما يتنازل عن جنسيته ويصبح بجنسيه اخرى فهو خائن ولا يستطيع ولا يصلح ان يتكلم عن الدوله المصريه. في مصيبه كبرى تاني. انت عارف الجزيره مباشر في فنادق العالم كله. يعني انت لما تروح فندق في اوروبا او فندق في دول عربيه تجد جزيره مباشر. الجزيره مباشر بتحارب مصر 24 ساعه وده اعلام. طيب انت النهارده في جزيره انجليزي ليه ما يبقاش احنا عندنا هيئه استعلام قويه يبقى فيها لغات العالم وتتكلم عن انجازاتنا وتتكلم عن ما يحدث في مصر وتتكلم عن الناس اللي ال 100 مليون اللي بياكلوا عيش الصبح وتتكلم عن 100 مليون اللي بيقوموا يشوفوا حياتهم الصبح. احنا 100 مليون مواطن عبء كبير جدا. وبرده انا بناشد للمره الاخرى يا شعب مصر ارحموا مصر. بناشدكم بتنظيم الناس وناشدكم بتنظيم ابنائكم وناشدكم بالتوجيه. ما دي حقوق انسان برضو. ما تجيبليش 10 وتقولي فين حقي. ما تجيبليش 12 وتقول فين حقي. يعني انا عايز اقول الدوله المصريه شايله كتير. يجب ان احنا نتعاون في انجاح الدوله المصريه لان الدوله المصريه متجهه للنجاح ومتجهه للازدهار. تمام. انا بقول يا استاذ محمد ملف الهجره غير شرعيه ملف ينسب للرئيس عبد الفتاح السيسي ونجاحاته ملف انجازات مصر. ان شاء الله مصر في خير ومصر مزدهرة ومصر في تقدم بتوفيق ربنا ومصر آمنة بجيشها وبشرطتها وبأطبائها وبكل ما فيها. تمام. أستاذ حاتم البرلمان الأوروبي بيستقي معلوماته لإصدار مثل هذه القرارات منين؟ طيب ممكن أتكلم في حتة مهمة برضو يكاد يكون ممكن نقول مصر
بتحارب الارهاب لمصر ولا للعالم كله؟ لا مصر بتحارب الارهاب نيابه على العالم، وده اكد الرئيس فتحي السيسي. دايما الرئيس بيقول ايه؟ بيقول نحن نحارب الارهاب للعالم اجمع. طيب انا النهارده البرلمان الاوروبي ما طلعليش النهارده ليه بيان يعني يحفزني فيه ان انا بحارب الارهاب؟ ليه؟ ليه البرلمان الاوروبي ما طلعليش قرار يقول اي حاجه في حق مصر بشكل كويس؟ انا النهارده لما اشوف خارطه الطريق اللي اترسمت في مصر والاستحقاقات اللي حصلت في الفتره الاخيره، واشوف الانتخابات اللي حصلت في مجلس النواب، واشوف الاشراف القضائي، واشوف انشاء المجلس الاعلى للاعلام والهيئه الوطنيه للاعلام والصحافه، واشوف استكمال المراحل التشريعيه وخارطه الطريق اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بيها لحد اليوم اللي احنا فيه، واجد حضرتك ان احنا ماشيين على الاطار والاساس السليم لقيام الدوله المصريه وبناء الدوله المصريه، واجد ان البرلمان الاوروبي بيديننا النهارده. طب انا سؤالي بيديني على اي اساس؟ ايه الاساس حضرتك النهارده بتسالني؟ هو مستقي معلوماته دي منين؟ هو مستقي معلوماته دي حضرتك النهارده من القنوات اللي بتبث الكراهيه للدوله المصريه. انت النهارده مفيش عندك النهارده، انت بتتحارب كدوله محاربه عيان بيان. بيتقال لك كده، انت ماشي كده كأن واحد ماشي في حاله بيشتغل بيقضي جهده بيقضي شغله، وبتجد واحد من ورا عفوا وبي يعني كأن واحد يعني شفت يعني ايه عفوا في اللفظ، كأن حد بيشكشك ورا حد، بمعنى ان هو انت شايفني ماشي صح وشايفني ماشي في الاطار السليم وشايفني ماشي في 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 اطار من العمل الجاد لبناء الدولة المصرية، او بناء مش اي دولة، بناء دولة قوية. الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما يقول لك بناء دولة قوية. فتجد النهارده الاعلام المتمثل في مين يا فندم؟ لما تشوف القنوات دي بتاعت مين؟ القنوات اللي بتبث تلك السموم بره وجوه وفي كل مكان. يا فندم انت 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 عندك بعض الناس في مصر كان خلاص اتمحى ذاكرتهم. يعني عفوا كان بيقول له انت ما تشوفش القنوات دي وشوف القنوات دي، ما تسمعش ده واستمع لده. فانا النهارده حضرتك هو النهارده بياخد هذه الحاجات او بيستنبط هذه الحاجات او بيستقي هذه الحاجات حضرتك من الدول المعاديه لينا، من الدول المعاديه لمصر. انت كل ما بتنجح بيكون ليك عدو، لان انت النهارده لو مالكش اعداء عفوا النهارده ما بيبقاش فيه نجاح. ده انا النهارده كل ما كنت انسان ناجح كل ما كان في حواليا حديث، كل ما كان في حواليا كلام، وانا ماشي زي ما انا في شغلي وفي حياتي وفي حياتي العمليه خلاص. انا لا انظر للخلف، لا انظر للامام. الرئيس عبد الفتاح السيسي قياده قويه تنظر للامام، تنظر لبناء الدوله المصريه، تنظر النهارده علشان تشوف في 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 مصر دوله قويه. النهارده لما تشوف حضرتك المدن الجديده والاسكان الاجتماعي الجديد، وتشوف حضرتك العشوائيات اللي الناس كانت عايشه فيها، ونقل الناس حضرتك من العشوائيات والناس تروح في اماكن جديده، طب ما هو ده النهارده ما هو نجاح، ما هو انجاز. ما هو الدوله المصريه اما تشوف الطرق، اما تشوف كل حاجه موجوده في مصر حلوه وجميله، وتلاقي النهارده سعادتك يعني اما تشوف حاجه حصلت في مصر يعني عفوا بتحصل في كل دول العالم، وبتحصل اكتر من كده واقوى من كده وابشع من كده. والسجون في مصر، السجون في مصر فيها ايه؟ حضرتك السجون في مصر ما فيهاش اي حاجه على وجه الاطلاق. السجون بره عندهم سعادتك معتقلات واكتر. فانا النهارده سعادتك انا عايز اقول لحضرتك ان يعني في اخر جمله ممكن اقولها لحضرتك، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. احنا لسه معانا وقت على فكره، يعني لسه معانا يجي سعادتك. هو في سؤال يعني بيطرح، يعني هل يعني خاصة في قلق البعض المتخصصين بيتحدثوا ان بعد فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية هناك قلق من البعض ان هو ممكن يكون داعم للاخوان، وهناك امل من الاخوان ان هو يلقوا دعم منه؟ لا لا، هل تتوقع حدوث ذلك ولا بيكون العلاقات لها؟ بص مصر ما لهاش بطحة على راسها، مصر لا توجد بطحة على راسها باللغة البلدي. تمام، مصر دولة اصبحت دولة قوية جدا بتعامل منه، وعندها الكروت
اللي نقدر نقول لبايدن ولغير بايدن والعالم كله احنا هنا. هو لما كنا في سنة اقتصاد منهار مليارات بتضيع، سنة سودة حكمنا شرذمة من البشر لا يستحقوا غير جنينة الحيوانات ولا يصلحوا انهم يقعدوا غير في حديقة الحيوانات، ورجعونا 100 سنة اتسببوا في انهيار اكتر من 200,000 فدان اتبنت من احسن الارض الزراعية بقت مساكن، البلطجة انتشرت في مصر، اقسام اتحرقت، الدنيا خربت، مصر رجعت 100 سنة ورا. ورب الكعبة لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي والتقدم اللي تم في خلال الست سنوات دول لعشنا دمار. النهاردة حضرتك سوريا كانت مكتملة من جميع منتجاتها العالمية وما كانش عندها حاجة ناقصة، انهارت لانه العالم ما عجبوش سوريا تبقى كده. ليبيا كانت مستقرة وكان في عهد اللي قتلوه وذبحوه ناس بتعيش في هدوء وبتعيش في نعم كثيرة جدا. النهاردة يبكوا على اللبن المسكوب، ليبيا بقت متقطعة وسوريا بقت متدمرة والعراق بقى متدمر واليمن وخرب والصومال وأفغانستان، دول العالم انهارت. هم عايزين مصر، هم هيحلموا ان مصر تبقى كده، لا، في وجود جيش مصر وشرطة مصر وشعب مصر المحترم اللي فاق من غفلة وبعد ما شاف السنة السودة وايامهم الهباب لا يمكن اطلاقا يتكرر ده ان شاء الله لمصر. وطول ما في رئيس اسمه عبد الفتاح السيسي عفيف اللسان، انسان 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 بكل الكلمة، صاحب الادب الجم، صاحب الاحترام، صاحب الخلق الرفيع، احنا عمرنا ما سمعناه لا اهان رئيس دولة ولا اساء لرئيس دولة ولا اساء للفاجر اللي ما فيش غير. هو ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكتر من 30 جملة و 40 جملة لانه بيكره الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه انهى احلامه وافشل قراراته، وان شاء الله بقدر الله تنجح مصر وتنتصر، ولا بايدن ولا الاخوان عادوا يبقى لهم مكان بيننا ولا هيحدث فيه ذلك. انا بس ليا مناجدة بقى، مناجدة انسانية. في شباب اندحك عليه جدا ولما طلعت الحرية والسخام والعدالة والحاجات الأمدلة دي، الشباب المغيب اتجه لهذا الحزب دون فكر وبدون وعي، اندحك عليه. فالشباب اللي ما تعص ايده بالدم وما جاش بأفكاره المتطرفة لاتجاه لشيء لمصر، يبقى فيه عودة حقيقية إذا كان هناك حوار لمن لا تصاب يده بالدم. لكن اللي عمل دم تتقطع ايده، ولا راح للدم تتقطع رقبته. شكرا يا سيادة المستشار، انا هاخد كلمة اخيرة من حضرتك سيادة المستشار. انا بس هكمل، هختم لقائي بانه يا شعب مصر كونوا يدا واحدة، كونوا خلف قيادتكم، كونوا معا يد قوية مع جيشكم ومع شرطتكم، وان شاء الله مصر ستنتصر بقيادة حكيمة، بقيادة محترمة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيادة المستشار، آخر رسالة حضرتك تحب توجهها، كلمة أخيرة في هذا الموضوع. عايز أقول إن أنا أشجب وأدين ما جاء بالبرلمان الأوروبي، وأنا كشاب مصري ومواطن مصري بحب مصر، بناشد كل الشباب في مصر للالتفاف حول القيادة السياسية وحول الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساندته في كل قضايا مصر، وإن إحنا النهاردة الشباب قادرين والشباب قادر بإذن الله تعالى في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعايز أوجه شكري للقيادة السياسية، وبقول في آخر جملة، حفظ الله مصر قيادة وشعبا، وتحيا مصر. الحقيقة مصر والقيادة السياسية نجحت في الفترة الأخيرة في الملف الخارجي ككل، وأصبح بينظر إلى مصر على أنها قلب الدولة الأفريقية، وده وضح في الدعوات إن إحنا بقينا بنشوف مسؤول
مستمر بيزور مصر وزيارات مصريه لافريقيه. الحقيقه في نهايه الحلقه حابب اشكر ضيوفنا اللي شرفونا النهارده، سياده المستشار محمد خليفه المحامي بالنقد، اهلا بحضرتك وشرفتنا يا فندم في هذه الحلقه. سياده المستشار حاتم ابو حامد المحامي بالجنايات، اهلا بحضرتك وشرفتنا يا فندم. وفي نهايه الحلقه اتمنى ان هذه الحلقه تكون تنال اعجاب حضراتكم، والى اللقاء في حلقه جديده انتظرونا الاربعاء القادم في نفس التوقيت.